بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نحكي عن كيف نعمل ليد ونخليه يسوي بلينكينج من خلال البروجرامينج. شو يعني بلينكينج؟ يعني نخليه يصير يضوي ويطفي. طيب بدنا نروح اول شيء نبني السيركت تبعت الليد. اول شيء بدنا نضيف ليد. حكينا الليد بدنا نعمل له روتيت من خلال البلس. حكينا كمان بلزمه يكون عنده ريزيستر، فمنضيف ريزيستر نعملها روتيت، نوصلهم على البن اللي بدنا اياه. وصلته على البن اللي هو R1، نوصله كمان مع الجراوند. هيك صار عندنا ليد بيشتغل على الهاي فولتج. هون المقاومة حكينا بتكون بين 220 والواحد كيلو، نحطها مثلا 500 أوم. كل ما علينا ان نحط واحد على RA1 حتى يشتغل، ونحط عليها 0 حتى يطفي. طب نروح على البروغرامينج تبعه. اول اشي احنا بدنا نشتغل على التريز A وتحديدا على البيت 1، بالتالي لازم نحدد انه output لانه راح نشبكه على ليد. لذلك بدنا نعمل موف لترال دبليو بالباينري بين سنجل كوتيشن القيمة 0000، بعدين 0000 اللي هي فعليا بالهكسا، اذا بدك تحطها بالهكسا 0x00. بدنا نروح كمان نعمل بانك سيل على التريز A حتى ننتقل على البورت او على البنك الموجود فيه التريز A، بعدين ننقل القيمة الموجودة في الدبليو ريجستر على الفايل ريجستر اللي اسمه تريز A. هيك حددنا البت واحد في التريز A على انه output. طيب ندخل على كود المين. المين حكينا بدنا نشغل الليد ونطفي. اول اشي بدنا نروح على البورت A، بدنا نعمل سويتشنج على البانك 0، فبنكتب بانك سيل وروح لي على البانك الموجود فيه بورت A. هاي خطوة مهمة جدا. بعدين راح نعمل موف لترال W الفاليو اللي بدنا نحطها اللي هي فعليا 0x02 حتى نشغل الليد. حكينا بدنا نعمل كومنت، ايش بنعمل؟ نحط سيمي كولون ونكتب بعديها. فانا بدي اكتب هون بالكومنت القيمة ايش بالباينري اللي هي 0000010. هون البت رقم واحد شو صار عليه؟ 1 هاي فولتج، وبالتالي الليد شو راح يصير فيه؟ راح يشتغل. ليش؟ لانه اكتف هاي. طيب هاي القيمة انا لسه ما وديتها على البورت، لازم اوديها على البورت عشان يشتغل الليد. اذا موف من دبليو ريجستر على الفاير ريجستر اسمه بورت A. طيب كيف بدي اطفي الليد؟ موف لترال دبليو 0x00، لازم احط هذه 0 اللي هي بالباينري حكينا 4 زيروز كمان 4 زيروز. فالبت او البن رقم A1 شو صار عليه؟ صار عليه 0، بالتالي الليد راح يطفي. لكن لازم هاي القيمة برضو وين احطها؟ من دبليو ريجستر على الفاير ريجستر اسمه بورت A. نشوف نعمل بيلد ما عنا اي ايرورز. بروح على السيركت تبعتي، سوري البرنامج بس هو بيعلق، خليه لما يرجع. باجي على السيركت بكبس عليها كبستين ورا بعض، بروح بختار ملف الدوت هكس اللي انا بدي استخدمه، اللي فعليا انا كتبت عليه برنامج من الام بي لاب، بيعطيني اياه لحاله البرنامج الام بي لاب. بس بحط اوكي، بعدين بعمل سيميوليشن، مفروض الكود يشتغل. طيب الكود ما اشتغل، في عندنا مشكلة اللي هي انه البرنامج قاعد بينفذ
هذا الكود بسرعات عالية، فهو أول إشي اشتغل فعليا بعدين طفى. طيب في شغلة لازم نعملها قبل، اللي هي إنه لما يوصل لهون يرجع مرة تاني وين؟ على المين، go to main. ليش؟ حتى لما يشتغل هون الضوء بعدين يجي يطفي، يرد يرجع مرة تانية على المين، يرد يشغله بعدين مرة تانية يطفي. برضو هاي ما راح تحل المشكلة، خلينا نشوف كيف. فعليا الليد شبه ضاوي وطافي. ليش؟ لأنه البرنامج قاعد بتنفذ بسرعة عالية، برضو بضوي وبطفي بسرعات عالية ورا بعض. فإحنا كل اللي بدنا نعمل لازم نحط ديلي معين بحيث إنه يضوي بعدين يوقف شوي بعدين يطفي بعدين يوقف شوي بعدين يرجع مرة تانية على المين. هذا الكود اسمه ديلي، احنا بدنا نعمله، اللي هو عبارة عن دي اي ال اي واي، عبارة عن سبروتين احنا بدنا نكتبه. الديلي شو بيعمل فعليا؟ اللي بيعمله بيخلي المايكرو كنترولر يروح يشتغل بإشي تاني وضل مشغول فيه لمدة من الزمن، يضل ينفذ فيه بعدين يرد يرجع يكمل البروجرام تبعه. كل اللي بنعمله انه بنجيب اكبر قيمة احنا ممكن نخزنها، اللي هي اف اف، بنخزنها في لوكيشن معين. فهذا اللوكيشن بدي اروح احطه بالسي بلوك واسميه، او الفاريبل مثلا زي ما احنا متعودين تي 1. هاي القيمة اللي هي اف اف بدي انقلها على تي 1، بدي اقول ريجستر اللي اسمه تي 1. بعدين ايش اعمل؟ اخليه يعلق بلوب ما يسوي فيها ولا اشي، فراح يضل المايكرو كنترولر مشغول فيها على الفاضي لحد ما يتحقق شرط معين. فلما نستخدمه ديكريز الفايل ريجستر سكيب اف 0 على تي 1 ويرجع يخزنها في التي 1. تحتيها راح نكتب go to loop. شو عمل هون؟ اللي عمله راح يروح يخزن اف اف بي تي 1 بعدين يدخل على هاي اللوب. اللوب هاي راح تنقص واحد منه من الاف اف وترجع مرة ثانية على اللوب، ترجع تنقص واحد وترجع على اللوب، تضلها تنقص واحد وترجع على اللوب لحد ما هاي الاف اف ايش يضل ينقص منها كل مرة واحد لحد ما توصل الزيرو. لما توصل الزيرو شو راح يسوي؟ حكينا كيف بدنا نطلع من السبروتين، بنكتب ريتيرن. لكن هاي المقدار هذا برضو مش كافي، لأنه المايكرو كنترولر فعليا جدا سريع، فبدي أحطها كمان مش بس على تي 1، بدي أرجع أحطها كمان مرة على فاريبل تاني أسميه مثلا تي 2، وخليه بدل ما يعمل اللوب مرة كمان ينفذها مرتين حتى يعطيني ديلي أكبر. هاي تي 2 صار عليها برضو اف اف. بدي ارجع هذا الكود اكرره كمان مرة لكن على تي 2. هيك هذا الكود راح يمشي اف اف من المرات وهو بيرجع اللوب، ويرجع كمان مرة اف اف من المرات على اللوب لحد ما تي 1 وتي 2 يصفروا وايش يرجع يطلع من الديلي. شو بسوي؟ كل ما علي اني استدعي الديلي بحكي كول ديلي وكمان مرة كول ديلي بعد ما اطفي الضوء، بعدين اقول له خلاص المرة اللي بعدها ارجع على المين. خلينا نعملهم تاب بس حتى نقدر نشوفهم احسن. نعمل بيلد، ما في عنا اي ايرور. الديلي كود الديلي راح يضل معنا في كل البروجرامز اللي جاية، راح نشوف شو راح يفيدنا، فراح يصير جزء من التملت اللي بنشتغل عليه. نرجع هون نعمل سيميوليشن، صار الضوء يضوي ويطفي لمدة من الزمن. هيك بنكون عملنا ليد بيعمل بلينكينج.